اعزائي المشاهدين اهلا بيكم في حلقه جديده من ريمونتادا واسبوع جديد من الريمونتادا. النهارده النادي الاهلي خد قرار ان هو هيستكمل مباريات كاس مصر والسوبر في خبر نزله على الموقع الرسمي للنادي ان الاهلي هيخوض ان شاء الله مباراه الغد امام المقصه الساعه 8 مساء على ملعب السلام في دور ال 16 لكاس مصر زي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي كان يعني طلع بيان بعد اجتماع مجلس الاداره الاخير اكد فيه انه هو لن يستغب... يست... يستكمل او لن يشارك في بطوله آآ آآ كاس مصر والسوبر البطولات اللي بينظمها اتحاد الكره الا بعد الا بعد آآ يعني آآ تحويل كابتن محمود عاشور حكم الفي ار في مباراه فرقه للتحقيق و... ويعني في الاخر النادي الاهلي قال يعني بعض الشروط النهارده النادي الاهلي بينزل خبر زي ما حضراتكم شايفين الاهلي بيقرر المشاركه في بطولتي كاس مصر والسوبر المصري بعد استجابه اتحاد الكره باختياره قياده جديده قياده جديده لمنظومه التحكيم وتسليمه المهمه رسميا وتحليل تحويل ملف حكم الفي ار في مباراه الاهلي وفرقه في الدوري للتحقيق لاتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبيه دون الاعلان عنها تماشيا مع اللوائح المنظمه. ده يعني مختصر الخبر اللي النهارده النادي الاهلي نزله ويعني الموقف واضح في اتحاد الكرة واضح ان ان في رئيس جديد لمنظومه التحكيم، راجل جاي يطور، جاي راجل يشتغل مع الحكام وانا مع الهدوء. هدوء أه ومع قرار النادي الاهلي جدا باستكمال بلعب المسابقه ولعب كاس مصر ولعب السوبر كل حاجه أه تمشي هاديه طالما ان الانديه شايفه ان في نيه واتجاه جوه اتحاد الكوره للاصلاح. للتطوير. النهارده لو انت شايف الناس اللي قدامك قاعده مثلا انت بتتظلم تحكيميا او عندك مشاكل في المسابقه وانت شايف الناس اللي قاعده ما, ما بتحلش حاجه ساعتها اه لازم ان انت تاخد موقف لكن انت شايف ان لو انت شايف ان فعلا في اتجاه للتطوير وفي اتجاه للاصلاح فده بيريحك بيريحك وانا متاكد ان هو ده ال 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 الرس او هي دي الرساله اللي وصلت للنادي الاهلي ان في راجل جديد جاي الراجل كلاتنبرج جاي عنده مشروع وعنده بروجكت وعايز يصلح اخطاء وعايز ان هو آآ آآ يعمل تقييم للحكام ويخليهم اجهز بدنيا ويخليهم ويعمل لهم محاضرات نظريه وعملي وشغل في الملعب ويفرجهم على فيديوهات ويصلح لهم اخطائهم الانديه لو شايفه ان الكلام ده بيحصل كل الناس هتستريح وعلى فكره حتى لو في اخطاء بعد كده بس ايه انت شايف ان في حاجه قدامك بتتعمل الناس بتحاول غير لما تبقى الناس قاعده والاخطاء موجوده وانا كمان بدافع عن اخطاء الحكام ما دي برضو حاجه تجنن تبقى انت مثلا نادي ايا كان مين بعيدا عن النادي الاهلي متعرض لظلم واضح ويطلعوا او يطلعوا الناس اللي, بي... اللي يطلع رئيس لجنه الحكام يدافع عن الغلط عشان يبقى اسمه دافع عن الحكم عشان يمشي بقى في وسط الحكام يقول ايه انا هو دفعت وجبت حق فلان وبتاع القصه دي مش هتشوفوها تاني انا اوعدكم عشان كده احنا كنا بنحارب هنا بقى لنا فتره ان لازم يبقى في خبير تحكيم اجنبي ملوش اي ميول ولا ليعرف اي حاجه عن آآ 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 الهيستوري بتاع بتاع الانديه ومين قال و... لا ليه شغل ليه شغل وكلاتنبرج برضو جاي واحنا مدينه فرصه ان هو يشتغل وهنقيمه ولو عنده مشاكل هنقول ان هو عنده مشاكل لكن انا متوقع يعني انتوا طبعا عارفين الاخطاء التحكيميه عمرها ما هتنتهي موجوده في كل حته في العالم بس لازم يبقى في ضوابط معينه احنا شايفينها قدامنا توحيد قرارات الحكام ده مهم جدا مهم جدا لان هو العنوان بتاع ان, إن منظومه التحكيم ناجحه ولا لا ان في قرارات موحدة يعني ايه قرارات موحدة يعني ما يجيش حكم مثلا ماشي بنظام آه ان آه لو الكرة طلعت لو ايد لو الايد لو, لو واحد لو الكرة خبطت في ايد اي مدافع تبقى ضرب الجزاء وواحد تاني ماشي بنظام لا لازم تكون طلعت بره جسمه واحد تاني ماشي بنظام لازم تكون مقصودة ولا مش مقصودة لا القوانين تبقى واضحة للحكام وللمدربين وللعيبة وللمسؤولين والاهم من كده للجمهور والمشاهدين لازم يبقى فيه قرارات ولازم القرارات الجدليه كلها او القرارات اللي كان في جدال عليها لازم يحصل توضيح من كلاتنبرج كل اسبوع كل اسبوع يوضح في فيديو موقع الرسمي لاتحاد الكوره يوضح كل اسبوع فيديو عشر دقائق ويكلم الناس يكلم الناس. آه الخطأ ده حصل كذا 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 واحنا فعلا شايفين ان في ان في خطأ وبناء عليه آه تم اتخاذ القرارات اللازمه تجاه المخطئ. لازم يبقى في شفافيه. لازم يبقى في صراحه مع الناس. ليه؟ الشفافيه بتحميك. بتحميك انت كمنظومه. ك ك, ك بتحميك لان الكلام على عينك يا تاجر. نادي الزمالك مثلا نادي المقاولين نادي ايا كان طلع قال طلع بيشيلك انت الخساره بتاعته صح بيشيلك انت بيقول لك ان الحكم ظلمني وان كذا وانت ش... وانت بالقانون بتقول ان الكلام ده مش حقيقه ما ينفعش بقى ان انت ايه الكلام ده مش حقيقه واروح واخد كده رايي والقانون وكل حاجه واروح حاطه في الدرج ابقى انا راجل فاشل ابقى انا راجل فاشل لازم تبقى الامور واضحه فيما يخص فيما يخص يخص التحكيم فانا بقول انه هو قرار جيد من النادي الاهلي وانا متاكد انه جه بعد يعني آآ آآ كلام مع المسؤولين وان هدوء وإن مطلوب في الوقت في الوقت الحالي ما ينفعش يبقى فيه قرارات ممكن ان توابعها تكون كبيره توابع بتاعتها تكون صعبه ان انت تلمها صعبه ان انت آه ان انت تلمها بالذات لما تكون حاجه جايه مع النادي الاهلي او جايه مع نادي كبير بتبقى دايما التوابع آه صعبه فانا ضد بقى فكره ايه ان بصوا بيقولوا كلام ويرجعوا فيه وبتاعوا الكلام ده مفيش الكلام ده في ان انا باخد قرار القرار ده بناء عليه بيحصل جلسه تفاوض وجلسه آه آه الناس بتسمعني وانا بسمعهم وبعد كده لازم المركب تمشي لازم المركب تمشي وانا بقول لكم مفيش حد يقدر يوقف المركب المركب السايرة دي اللي احنا عايزين كلنا ان احنا ناخدها لقدام كلنا لعيبه قدامى مدربين مسؤولين اعلاميين كلنا انديه مسؤولين في انديه جماهير كلنا عايزين المركب بتاعت الكره المصريه نمشي بيها صح نوصلها لحته كويسه فكلنا علينا مسؤوليات كلنا احنا اعلاميين علينا مسؤوليات اللعيبه عليها مسؤوليات الاداريين عليهم مسؤوليات المسؤولين عليهم مسؤوليات بكره الاهلي هيلعب المقصه في دور ال16 في ملعب السلام الساعه 8 مساء تعالوا نستعرض قائمه الاهلي اللي اعلنها سوارش يعني طبعا قائمه قائمة قائمة المباراة علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في حراسة المرمى الديفنس رامي ربيعة متولي عبد المنعم نصير كريم فؤاد هاني شرقية محمد أشرف خط الوسط ديانج فخري عبد النبي ميدو نبيل محمد محمود زياد طارق لويس ميكسوني والهجوم صلاح محسن وحسام حسن واحمد سيد غريب انا متوقع ان انا انا متوقع يعني ان ماتش بكره سوارش هيدي فرصه للعيبه شباب كتير يعني انتوا عارفين ماتش المصري اللي فات هو ايه خد قرار أنه هو هيلعب بالناس اللي عندها خبرات شويه طبعا اتقال له الهيستوري بتاعت طبيعه المنافس وطبيعه المدرب اللي هيلاعبه وكل الكلام ده كل الكلام ده كله انا متوقع ان ماتش بكره هيبقى فيه فرصه ان انه يدي لعيبه شباب يدي لعيبه شباب فرصه فرصه كويسه قائمه المباراه طبعا خلت من بيرسي تاو اللي اصيب مره تانية او عنده اجهاد عضلي فخرج من قائمه المباراه يعني طبعا الف سلامه على بيرسي تاو ولكن لعيب اصاباته كتيره جدا جدا بيرسي تاو الواضح أنه هو لعيب زجاجي لعيب زجاجي يعني وده على فكره يعني اللقب انا مش جايبه من عندي ده لقب بيقولوه في اي حته في اوروبا على اللعيب اللي بيتصاب كتير يعني مثلا كان بيتقال على ديابي مثلا لاعب ارسنال السابق اللعيب يعني ايه آه رجليه يعني اصابات كتيره جدا جدا رجع لعب ثلاث ماتشات وبعد كده اتصاب تاني وكان مصاب قبل كده لما جيت انا بدورت على الهيستوري بتاعه في في عدد الغيابات اللي غابها في اخر ثلاث اربع مواسم وعدد المباريات عدد كبير جدا جدا فالنهاردة النهاردة يعني اعتقد اعتقد ان غير مش معلومة عندي يعني لكن بفكر اعتقد ان بيرسي تاو لو جاله عرض مناسب للرحيل اكيد ممكن الاهلي يفكر بعدد الاصابات اللي موجودة ده اكيد ممكن يفكر يعني يعني غياب كتير اصابات متنوعه مختلفه في في حاجه في حاجه طبعا بيرسي تاو مش موجود في في القايمه وزي ما انتم عارفين في لعيبه كبار مريحه في النادي الاهلي قفشه جاله عرض من نادي سيفاس التركي نادي سيفاس التركي بطل الكاس السنه اللي فاتت في تركيا قفشه جاي له عرض من سيفاس التركي بطل الكاس في تركيا وطلع عشر الدوري السنه اللي فاتت معاه شويه تفاصيل عن العرض يعني خاصه بالريمونتادا ان العرض جاي اعاره ب 300000 دولار وما فيهوش اوبشن تو ولا حاجه ما فيهوش شرط يعني الزام الشراء او اشتري هو جايب 300 الف دولار وقفشه جايله له 900 الف دولار أه سالري يعني طبعا النادي الاهلي مش موافق على العرض ده النادي الاهلي طلب 600 أه الف دولار لو في نيه لرحيل قفشه الامور ممكن يوصلوا لاتفاق قفشه ينزل شويه من فلوسه في مقابل ان الاهلي ياخد شويه فلوس زياده الدنيا قريبه أه مش بعيده لكن الاهم الاهم ان النادي الاهلي يحسب ا آه ا آه يعني آه الموقف فنيا هل قفشه الافضل ليه للنيو وللاهلي دلوقتي ان هو يمشي وايه هو البديل والله والله وهل فعلا ان الراجل برضه خلي بالكم لو سوارش بيحضر ان هو السنه الجايه وده اللي انا حاسه ان هو بيحضر السنه الجايه ان هو يلعب 4 3 3 لو هيلعب 4 3 3 لو سوارش التحضير بتاعه والتفكير بتاعه مع الاداره ان هو بيبني فريقه على اساس ان هي فرقه بتلعب 4 3 3 قفشه لازم يمشي. ملوش مكان في الملعب. لا هو لعيب في 4 3 3 بيعرف يعمل الحته دي كويس ولا هو وينج. ولا هو وينج. يعني قفشه ملوش الا مركزين يا اما نمر 10 في 4 2 3 1 او 4 4 1 1 ايا كان يا اما نمره 8 على الدايره في 2 في الماتشات قدام الفرق اللي ما بتهاجمكش اللي هي واقفه بكثافه دفاعيه ويلعب جنب نمره 6 جامد تقيل واقف حامي الحته دي وهو يبقى بيلعب الكره من تحت فهو انا تفكيري اللي انا شايفه في السوارج خلي بالكوا ايه الراجل بقاله دلوقتي فتره كويسه نقدر ان احنا يعني نستشف كده بعض الافكار اللي هو عملها اول حاجه الراجل ده عايز يبني الفرقه انها تبقى بتدافع كويس قوي والنتائج باينه ان هو ايه تقريبا اه يعني تسع ماتشات كلين شيت تقريبا من 11 او من 12 فالراجل عايز يبني الفرقه انها تبقى بتدافع كويس سوليد دافع كويس صعب ان انت تجيب فيها جول وده تفكير صح بعد كده وهو شغال بيبني بيفكر بقى وهو هي هيشتغل وهو مع الكره هيشتغل هيشتغل ازاي <applause> أنا قرايتي لسوارش إن هو السنة الجاية عايز يلعب ب 4 3 3. دي قرايتي أه هو دلوقتي بيلعب 3 ورا لبعض الـ لبعض الظروف يعني. لكن هو أنا في رأيي عايز يلعب 4 3 3. لو تحضيره للموسم وبناؤه للفريق إن هو خطته الأساسية هتكون 4 3 3 فلو جه عرض كويس لقفشة يبقى الموضوع مش هيضر النادي الأهلي فنان كتير. يعني نفس الحال مثلا زي ما كيروش في المنتخب لما قرر يلعب 4 3 3 جرب يلعب قفشه هنا ما ينفعش مش موجود في لعيبه مش تقدر تلعبها بشكل كويس مش مش يعني محتاجين شغل كتير قوي عشان يعرفوا يتقنوها يعني ف يعني ممكن يكون عرض جيد على فكره يعني ممكن يكون عرض جيد لكن الاهلي اكيد هيحسب حسبته بناء على آآ آآ طلبات الراجل نفسه سوارش ايه اللي هو طالبه إيه هو الافكار بتاعته هو اكيد بيقعد يتكلم مع الاداره بيقول لهم ايه الافكار بتاعته آآ للموسم آآ للموسم الجديد وهو سوارش يعني هو يعتبر دلوقتي في فتره ايه خلينا نقول ان هي فتره آآ يعني استكشاف بيستكشف اللعيبه بيستكشف الدوري المصري بيستكشف احسن حاجه حصلت له في حياته الضغط اللي اتشال من عليه ان اللعيبه الكبار تريح وان انت تجرب الناس وتشوف المجموعه آه... تشوف المجموعه آه... كلها ده خلاه ان هو يشتغل بارتياحيه اكبر وهتشيل من عليه الضغط هتخليه هتخلي تقييمه للعيبه صح عشان كده قلت لكم ان القرار اللي اتخذ ان اللعيبه الكبار تريح ده من احسن القرارات اللي خدها مجلس اداره الاهلي او اداره الكره في الاهلي بقى لها فتره طويله إن اللعيبه الكبار تريح وإن هي تستعد للموسم الجديد وفي نفس الوقت الراجل يشوف اللعيبه كويس عشان يشوف احتياجاته للموسم الجديد والصفقات كل الكلام ده كله. لكن أنا بقول لكم في ثلاثة لعيبه أجانب في النادي الأهلي أنا حاسس إن هم مش هيبقوا موجودين السنه الجايه في النادي الأهلي ممكن أكون أنا غلطان. ديانج وبيرسي تاو وميكيسوني. ده الأجانب. مصريين قصه تانية لان الراجل وبدر بنون اوريدي خلاص راح قطر القطر يعني ان يعني الراجل احساسي ان هو هيلعب السنه الجايه 4 3 3 ف 4 3 3 يعني الدنيا برضو ديانج مش اللي هو اللعيب نمره ستة الارتكاز اللي يلعب لوحده في الحته دي لانه على طول بيستلم الكرة اول لمسه عنده على طول بتسمح لاي حد ان هو يضغط عليه ويقطع منه الكرة ودي مشكله في الفرق الكبيره في الفرقة الكبيرة لعيب نمرة 6 ده لو بيفقد الكرة تحت ضغط بيخ... بي... بيخليك ان انت تضطر ان انت تطلع بالكرة على جنب تطلع او تلعب طويل تطلع بالكرة على جنب هو ده الوقت اللي الناس بتضغطك فيه لازم يكون عندك لعيبة نص ملعب بتعرف تفضي نفسها وبتعرف تتصرف في الكرة تحت ضغط كويس ديانة ما يعملهاش كويس وبصراحة هو مش احسن نمرة 8 يعني ممكن انت تجيبه فممكن يبقى في تفكير ان هو ان هو لو جاله حاجه عرض جيد 5 6 مليون يورو ان الاهلي ممكن يفكر ان هو يعني يجيب لعيب بقى نمره 8 لعيب بقى يلعب الفرقه كوره يلعب الفرقه كوره كلها افكار سوارش بيحكم على اللعيبه دلوقتي وهيشوف هيشوف ايه اللي هيحصل طبعا النهارده موقع لي 360 المغربي منزل خبر يعني بيقول ان الاهلي المصري بيتفاوض مع وحيد خليلوزيتش انتوا عارفين طبعا وحيد خليلوزيتش كان المدير الفني للمنتخب المغربي ومدير فني طبعا صاحب خبرات كبيره جدا كبيره جدا فده الخبر اهو ل 360 مفاجاه بعد اقالته من تدريب الاسود خليلوزيتش مرشح لتدريب هذا الفريق بيقول لك ان يعني ايه ان الاهلي بيتفاوض معاه انا ناقل لكم الخبر زي ما هو ناقل لكم الخبر زي ما هو عشان اكلمكم في ان ده ممكن فعلا فعلا ممكن الاهلي ياخد قرار ان سواريز يمشي ممكن انا في رايي يعني ده رايي يعني ان طبعا الاهلي مدي سبيس عمره ما هيعلن عن الكلام ده لكن انا بفكر لو انا مكان اداره الكره في الاهلي هعمل ايه لو عايز الاهلي يعني يبني فريق جديد يقدر ان هو يكون يعني افضل من آه السنه دي لازم يقيم سواريش كويس قوي لازم يقيم كويس قوي ولازم يبقى عنده بلان بي لان انت بتعرف ملامح عن الراجل زي ما احنا بنتكلم دلوقتي ان هو بيبني فرقه ان خش في جون بسهوله فرقه بتاع الفتره اللي جايه دي برده هتوري اداره الاهلي ملامح اكتر لكن هل ممكن كل الاهلي بيتفاوض مع حد تاني ده خبر ما اقدرش انا اكده بس انا بقول لكم ان الاهلي هيكون عنده بلان بي مش مش هيسيب الدنيا تمشي كده ايه ان يبقى فيه ريسك ان الراجل ده ممكن ينجحني السنه الجايه ولا لا ينجحني السنة الجاية ولا لا هو ده يعني تقييم تقييم واه انت يعني ممكن انت تجيب مدرب وتاخد قرار ان هو يمشي بعد كده ممكن في الكورة ممكن في الكورة ممكن يعني ممكن يحصل كل حاجة كل حاجة ممكن يحصل تحصل ممكن النادي الاهلي مع الفترة اللي جاية مع الشغل يكتشف ان الراجل لا ملامحه ابتدت تبان ملامح اللعب كلها حاجات بتعرفها على طول من خلال التعامل مع المدرب بشكل شخصي وشغله في الملعب لكن لو الاهلي لو الخبر ده خبر يعني فيه حتى جزء من الصحة ان الاهلي ممكن يفكر في حويد خليل او وحيد خليل انا بقول لهم بقى من خلال معرفتي كويس قوي معرفتي كويس قوي بشخصيه وحيد خليلوزيتش لان اعرف لعيبه كتير اتمرنت معاه اعرفهم اصدقائي يعني شخصيه صعبه جدا شخصيه تصادميه وشخصيه صعبه جدا فانتوا برضو انت لما بتجيب مدرب ماشي مدرب كويس لكن شخصيته تمشي على الـ على الـ على الـ على الجو عندي وعلى الدنيا عندي تمشي مع المصريين ولا لا، أه حاجات كتيره قوي لازم تتحسب كويس. انا بقول لكم خليلوزيتش مدرب صدامي الى اعلى الدرجات اللي ممكن تتخيلوها. صدامي مع الاعلام وصدامي مع اللعيبه وصدامي مع ادارات الانديه، الهيستوري بيقول كده التاريخ بيقول كده. مدرب كويس طبعا، مدرب كبير، عنده خبرات كبيره جدا. وحيد خليلوزيتش اعتقد ضرب باريس سان جيرمان في وقت من الاوقات. اه درب باريس سان جيرمان ضرب بي اس جي في 2003 انا فاكر كويس قوي. يعني اعتقد وانا في مارسيليا كان هو مدرب باريس سان جيرمان. متهيألي يعني. أه معروف في فرنسا ان هو مدرب صدامي بشكل أه بشكل كبير جدا. فيعني ايه قصه حسابات أه كتيره حسابات أه كتيره أه وزي ما انا قلت لكم النادي الاهلي أه يعني المو... يعني الموضوع محتاج إعادة ترتيب محتاج يبقى فيه ستراكشر ل... ل... لقطاع كرة القدم خلينا نقول ستراكشر قطاع... أفضل لقطاع كرة القدم يبقى فيه سيستم معين محطوط أسس معينة في اختيارات اللاعبين سكاوتنج تيم فريق كشافين ناس بتوع تحليل أداء بيقدموا ريبورتس للناس للناس اللي موجودة لازم يبقى فيه ستراكشر يبقى باين وواضح ومرسوم والناس شغالة الناس شغالة عليه وتاني مفيش فرقة كرة نادي كبير بينجح بينجح إلا لما يكون في ناس بتوع كرة بتاخد القرارات الفنية يعني في ممكن يبقى في على فكره ممكن يبقى فوتبول دايركتور او سبورتس دايركتور مش لعيب كرة خالص وما عندوش فوتبول باك جراوند ولكن لازم يبقى شغال معاه ناس بتوع كوره سكاوتنج تيم بتاع كوره ناس عندها خبرات أه كبيره جدا مدرب أه 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 عنده خبرات أه خبرات كبيره جدا انما الناس مش بتاعت الكوره تاخد قرارات في الكوره تحصل لك مشكله كبيره يحصل لك مشكله كبيره هو ده اللي بيحصل دلوقتي بتاع مع مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد النهارده مغلوب اربعه اربعه <applause> أربعة ف من 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 بورنموث ماتش اه من بريتفورد اسف الماتش اللي فات من 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 بورنموث من برايتون اسف الماتش الاولاني من برايتون في أول ترافورد انا عمال فانت النهارده يعني ليه؟ لان كان في راجل اسمه ايد ادواردز راجل راجل مش بتاع كوره خالص هو اللي كان بياخد قرارات فنيه وبيقاوح المدربين ويقول لمورينيو مش عارف ايه ويقول لفانخال ايه وكذا انتهى النهارده الحال مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد حد يتخيل انا مانشستر يونايتد في دلوقتي لعيبه كتير مش عايزه تروحوا سوء اداره سوء اداره ففي حاجات لازم تتحسب تتحسب بشكل كويس بعد الفاصل هكلمكم في في ميكالي مدرب المنتخب الاولمبي الجديد اللي قال تصريحات مهمة جداً للموقع الرسمي الموقع الرسمي بتاع اتحاد الكرة نطلع فاصل وبعد الفاصل نشوف تصريحات ميكالي Eu estou muito feliz de estar aqui. É um privilégio poder trabalhar com a seleção do Egito, é uma honra e eu espero aqui fazer o meu melhor, um trabalho grande para que alcancemos os nossos sonhos juntos. Então, agradecer, agradecer o contato na pessoa do senhor Mohamed Barakat, que nos contactou diretamente pela federação. É... Foi muito breve, até porque o meu desejo era estar aqui, entramos num acordo e volto a dizer que estou muito feliz de poder fazer parte dessa grande seleção que nós vamos construir juntos. Sim, 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 ao todo o tempo, com muito respeito. É, as ideias ah, que trocamos é, foi muito interessante e como eu falei anteriormente, queremos fazer um grande trabalho aqui, sabemos da responsabilidade que é. Está à frente da seleção, mas junto com o povo que é apaixonado, o povo egípcio é apaixonado pela, pela seleção, queremos fazer um grande trabalho. Sim, nós tínhamos algumas ofertas, até de seleções principais, mas o projeto aqui nos interessou, o país nos interessou, é, o, o amor que o povo tem pelo futebol nos interessou, então tudo isso foi muito motivante para que a gente pudesse aceitar é, esse convite, né, essa convocação que nós consideramos por isso que eu falei anteriormente o povo é apaixonado por futebol é... gosto muito do futebol que é praticado aqui a gente já conhece alguns jogadores ah, o Egito tem uma história gigante no futebol mundial e eu queria fazer parte disso tudo então a opção é... pelo Egito se deve a todos esses fatores juntos né povo paixão e bom futebol Sim, nós temos acompanhado. Desde o Brasil, nós estamos atentos aos jogos, nós viemos vendo né, passo a passo. Hoje é um grande jogo, essa final. Esperamos que o nosso time possa vencer. Sabemos que é um jogo difícil, mas conhecemos sim. E vamos, a partir de agora, também estar é... tá vendo outros jogadores. Né? Nós queremos ver o máximo possível para oportunizar e criar uma seleção muito forte. Ah, sim, eu é, tive alguns clubes é, importantes no Brasil, como o Atlético Mineiro, que é o último campeão brasileiro, né, onde eu passei por sete anos, desde a da formação até a primeira equipe. Depois a seleção brasileira é, olímpica também, onde conquistamos a medalha de ouro no Rio. Fomos vice-campeões mundiais também é, pela seleção. Depois dirigi o Hilal aqui no, no mundo árabe. Então, uh, e hoje estou nessa grande seleção. Então, é, 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 um, é mais uma etapa que me traz muita alegria e felicidade por estar podendo vestir essa camisa. Alguns, alguns assim, o Neymar já era conhecido, mas o Gabriel Jesus, é, Gabigol, Luan, é, Luan, Marquinhos, Rodrigo Caio, é, é, o, o Pombo. Richarlison, eh... Paquetá, Enderson, goleiro, bom, são, são vários. A maioria desses jogadores jovens que, que estão hoje na seleção principal trabalharam com a gente num, num, num passado próximo, servindo as seleções de base e que conseguir, conseguiram passo a passo chegar à primeira seleção. Olha, eu gosto de atacar, mas eu também gosto de uma equipe equilibrada. É uma equipe que saiba atacar, saiba, saiba se defender bem, uma equipe que trabalhe em, em bloco, é, tanto na fase ofensiva como na fase defensiva. Mas sim, sou um entusiasta do futebol ofensivo, mas também trabalho de acordo com as peças que eu tenho. Então, nós vamos tentar identificar no nosso futebol as peças que possam se encaixar no modelo de jogo que eu gosto. Gostaria de agradecer à Federação Egípcia pela confiança, pelo convite e deixar aqui uma palavra para o nosso torcedor. Sei que é uma população que é apaixonada por futebol, assim como nós brasileiros somos. O que eu posso prometer é que nós vamos trabalhar muito, nós vamos nos entregar, nós vamos tentar descobrir ah, os melhores jogadores possíveis para vestir a nossa camisa, vestir a camisa da seleção, né, que possa dar orgulho ao povo. É isso que nós queremos fazer aqui. E sabemos que nós vamos estar juntos, porque é, imprensa, torcida, todos nós queremos um objetivo só, que é colocar a seleção do Egito no mais alto é, possível no pódio. E é isso que nós vamos tentar fazer. كلام ميكالي المدير الفني البرازيلي الجديد بتاعنا بتاع المنتخب الاولمبي وطبعا بيتكلم أنه هو بيلعب كره هجوميه لكن في نفس الوقت بيلعب بتوازن وهو رجل فخور ان هو في لعيبه كتيره تدربوا تحت ايده في المنتخب الاولمبي وفي الفئات العمريه مع منتخب البرازيل ودلوقتي بيمثلوا المنتخب الاول مع مع منتخب البرازيل المنتخب البرازيلي الاول طبعا انا بقول لكم ان يعني انتوا عارفين ان الاولمبي ده ده اساسا معمول لمواليد 2001 في لعيبه كويسه في ال 2000 في ال 2001 بس مش كتير قوي انتوا عارفين الكوره ساعات كده بتبقى اجيال جيل 2001 فيه لعيبه كويسه تعدوا على الصوابع لكن القوام الاساسي من المنتخب الاولمبي هيبقى من اللعيبه اللي هم مواليد 2003 زي لو تفتكروا كده المنتخب الاولمبي اللي لعب في لندن كان معظمه من اللعيبه اصغر من السن بتاع المنتخب الاولمبي بسنتين يعني كان المفروض اصلا ده معمول لمواليد 89 بس اللعيبه كلها 92 صلاح النني حجازي 90 حجازي كان اصغر فده بيحصل النهارده في لعيبه طالعين مواليد 2003 اللي هي فرقه كابتن محمود جابر ممكن يكونوا من القوام الاساسي للمنتخب الاولمبي وبنتكلم على عندنا يا جماعه في تخيلوا اتنين لعيبه مصريين فيهم واحد شارك مع هامبورغ في دوري الدرجه الثانيه الالماني خلي بالكم دوري الدرجه الثانيه الالماني ده دوري يعني دوري قوي مش سهل يعني مواليد 2005 يعني عنده 17 سنه عمر عبد المجيد جناح هامبورغ الالماني بي بي دي لقطات طبعا من التدريبات بتاعت هامبورج يعني فريق فريق الشباب لكن موجود شارك مع الفريق الاول شارك مع الفريق الاول فخبر كويس جدا يعني هنجمع عنه شويه معلومات يا رب يكون يعني لعيب كويس و, 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 و النهارده شارك في لقاء ودي بديل في الدقيقه 78 وشارك في مباراه هامبورغ ضد ارمينيا بيلفيلد في الجوله الرابعه من دوري الدرجه الثانيه الالماني احنا بنقول اهو برنامج المنتدى اول برنامج بيعرفكم على عمر عبد المجيد مواليد 2005 وفي ولد تاني برضه بيلعب في المانيا مواليد 2004 2004 يعني عنده 18 سنه بيلعب مدافع وبيلعب باك رايت محمد طلبة بيلعب في بوخم الألماني دي لقطات طبعا من من إحدى المباريات هناك والناس كلها بتقول إن هو لعيب كويس فعندنا أولاد غير صلاح باشا موجود في أودينازي عندنا أولاد بيلعبوا اللي ظهروا مع كابتن محمود جابر لعيبة كويسة على في لعيبة في 2001 كويسين حسام عبد المجيد لعيب كويس ابراهيم عادل لعيب كويس في اكتر محمود صابر اسامه فيصل لا في لعيبه صغيره عندنا كويسه وانا متفائل خير بالجيل ده مع ميكالي اللي الحقيقه يعني انا شايف ان ميكالي وفيتوريا والمساعدين بتوعهم احنا النهارده كويس جدا ان احنا تعاقدنا مع كويس جدا ان احنا تعاقدنا يعني والكلام ده مهم جدا كويس جدا ان احنا تعاقدنا مع اتنين مدربين بالاستاف بتوعهم اه واحد يدير المنتخب الاول وواحد يدير المنتخب الاولمبي ده كلام كويس لكن هل ده يكفي هل ده يكفي ولا احنا ممكن نستفيد من الناس دي بطريقه تانية على فكره اه انا شايف خلي بالكم الناس دي حاصله على اعلى الدراسات التدريبيه حاصلين على اعلى الدراسات التدريبية هما الاتنين معاهم البرو لايسنس من واحد من الاتحاد البرازيلي وواحد اكيد من الاتحاد البرتغالي او الويفا فيتوريا بالمساعدين اللي معاهم كلهم معاهم ايه برو ايا كان يعني فالنهارده ليه ما استغلش المدربين دول في ان هما يعملوا لي اه 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 كورسات كورسات للمدربين يعني طول طول ما قاعد في مصر ما تبقاش شغلته ان هو بيتفرج على ماتشات بس بيتفرج على ماتشات بس لا اعمل لي مانوال تريننج بروجرام كورسات تدريبيه واجيب لك المدربين بتوعي كل شهر اجيب لك 50 60 مدرب من الشباب اللي عندها بوتنشال وعايزين يبقوا مدربين كويسين واعمل لهم كورسات واعمل الكورسات دي بفلوس واكسب فلوس اتحاد الكوره وفيد الناس استفيدوا من الناس دي استفيدوا راجل فيتوريا ده كان مدرب مدرب كبير مسك فرقة كبيره في في البرتغال وراجل من المدرسه البرتغالي المتطوره المحترمه يقدر يعلم ولادنا ويقدر يعلم المدربين الصغارين وما وما تقتصروش الالتحاق بالكورسات دي لمن مارس اللعبه فقط ادوا فرصه للشباب الصغيره كلها اللي عندها 20 21 22 سنه اللي حلمهم يبقوا مدربين افتحوا لهم كورسات عندك المشروع بتاع الهدف ده اتوقع يعني انا ما شفتوش لما خلص لكن اكيد في اوض محاضرات كبيره جمع 50 كل كل شهر 50 60 مدرب ويعمل لهم كورس الكورس ده لمده اسبوع 10 ايام يجي ويتعلم يشوف ازاي المدربين الكبار بيعملوا بلاننج للسيشن بتاعتهم بيحضر لل... للوحده التدريبيه ازاي؟ ازاي يتحكم في الدوز بتاع الوحده التدريبيه؟ الوقت ما بين آآ آآ ش... ال... ال... ما بين نقله في التمرينه والتمرينه، ازاي ان هو يكون محضر الاصطاف بتوعه كلهم من قبل التمرينه بساعتين تلاتة محضرهم للشغل وايه المسج اللي هو عايز يوصلها من الوحده التدريبيه كل ده ما بيجيش الا بالتعليم. education تعليم استغله. وجود فيكتوريا وجهازه وميكالي و و و الرجل البرازيلي وجهازه مدرستين وخليهم يعملوا لنا مانوال كوتشنج بادجز يا جماعه للمدربين ويدوا كورسات للمدربين في مقابل مادي معقول برضه يكون يكون يعني الناس تقدر عليه الناس تقدر عليه والله هيجي لكم ناس من كل محافظات مصر بيحلموا ان هم يبقوا مدربين بيحلموا إنهم يبقوا مدربين ليه مختصرين الرخص التدريبية ده لما بيبقى فيه رخص تدريبية على من مارسوا اللعبة على فكرة دي عنصرية أنت بتحجب بتحجب آه علم وبتقتل حلم ملايين من الشباب عارفين كم في كم مليون شاب حلموا ان هو يبقى مدرب كتير فالنهارده اديهم فرصة أفتح لهم الباب واستغل المدربين الاجانب اللي موجودين دول تعالى حبيبي ايه المشكلة؟ اعمل لي كده آه كورس لمدة ست سبعة ايام اسبوع في شغل نظري وشغل عملي وقسمهولي على ليفلز الليفل الاولاني هيخش لك اللي حاصلين على الرخصة الاساسية والسي والليفل الثاني هيخش لك اللي حاصل على البي مثلا وشغل الناس وهي قاعدة انت راجل النهاردة بتدفع فلوس للناس دي كويسة كويسة ان استفيد منهم وعلى فكره اللي انا بقى عايز اقوله لكم المفاجاه اللي ممكن لما المسؤولين يعني لو سامعين كلامي وهيطلبوا من الناس دي المفاجاه بالنسبه لكم هتبقى ان انتوا لما تطلبوا من الناس دي الكلام ده مش هيمنعوا ابدا هتلاقيهم بيعملوها بصدر رحب بصدر رحب عادي بيعملها ببليجر عارفين ليه عشان واحده من اهم حاجات اللي بيتعلمها المدربين دول ان انت ما توقفش النولج عندك ما توقفش العلم عندك انقله عشان كده تلاقوا مثلا إن واحد زي بيلسا مثلا مدرب ليدز السابق ومدرب مارسيليا السابق واتلتيكو بلباو وكل الارجنتين وكل حاجه هتلاقوا ان دايما في الوقت اللي هو ما بيدربش فيه هتلاقيه بيعلم مدربين صغارين وبيعلم مدربين كبار ليه؟ لان اساس العلم بالنسبه لهم اول حاجه بيتعلمها انه ما يوقفش العلم عنده انت لازم دايما وانت شغال تطلع جيل جديد ومدربين وتبقى منتر لناس تانية اللي موجودة اللي موجودة حواليك فلو رحتوا الفيتوريا ورحتوا الميكالي طلبتوا منهم يا جماعة تعملوا لنا كل سنة ثلاثة أربع كورسات هيعملوا لك هيعملوا لك جربوا اعملوا كده جربوا سألوا وشوفوا هيوافقوا ولا لا هيوافقوا with pleasure هيقول لك ما عنديش اي مشكلة واشتغل استفيد منه بشكل بشكل كويس على فكرة فيتوريا يعني طلب طلبات من اتحاد الكرة الطلبات دي لازم لازم يبقى في تفكير جدي بالنهاية تتعمل طلب ان قايمه الفرق تبقى 25 لعيب بس وده مهم يا جماعه للمدربين وللانديه انت النهارده اي مدرب النهارده بيمرن 30 و35 لعيب تعرف انه هو على طول على طول بيشتغلك مفيش مدرب كوره جامد جاي يشتغل بجد يوافق ان هو يدرب 35 لعيب. مفيش الكلام ده هو 25 26 بالكتير بالثلاثه اللي جوان وبيمرن 23 لعيب بلس 3 او 22 بلس 3 مره مره بيسالوا جوزيه مورينيو ايه اهم المشاكل اللي بتواجهك في مانشستر يونايتد؟ قال لهم عندي مشكله ان انا بدرب 27 لعيب فعندي اثنين لعيبه عاملين لي مشكله في البالانس بتاع السيشنز بتاعتي. ده حاجات يعني انا بقولها لكم م... 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 معلومات فالنهارده قايمه تبقى 25 لعيب ده مهم للمدربين عشان الناس تقول علينا ان احنا ناس محترفين نمره اتنين توفيرا للبادجت انت مش محتاج تعالوا النهارده اجيب لكم ال... 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 النادي الاهلي والانديه الكبيره حتى بالمشاركات الافريقيه مش هتلاقي 25 لعيب شاركوا في المباريات على بعض فانت جأ... 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 لازم ان احنا نفكر في الكلام اللي بيقوله فيتوريا وده الكلام برضه احنا بنقوله بقالنا سنين برضه بنطالب ان يعني يبقى 25 لعيب كل فرقه 25 لعيب اي حاجه عايز اكتر من كده اللعيبه الصغيره بتاعتك ما انت عندك قطاع ناشئين ليه عندك قطاع ناشئين ليه ففيتوريا طلب لازم نفكر الحاجه الثانيه اللي فيتوريا طلبها ان لازم يحصل حل في مشكله ضغط المباريات وتلاحم المواسم لازم بيطالب اتحاد الكره بضروره تعديل شكل الدوري في نسخته المقبره منعا لاجهاد اللاعبين انا بقول لكم تاني وبقول لكم على مسؤوليتي الشخصيه تاني بقول لكم لو الدوري انا قلت لكم فاكرين ايام الكورونا قلت لكم الدوري ده لو كمل كل فرق مصر ومنتخب مصر هيدفع ثمن استكمال دوري الكورونا اقسم بالله ان انا قايل كده على الهوا في التلفزيون حد في ناس كتير ما سمعتش كلامي كان بتبص تحت رجليها النهارده هم عارفين عارفين ان هم ايه ان هم غلطانين لعبتهم مش قادره تقف اللعيبة بني ادمين ادمين فالنهاردة انا ب بق بق يعني بقسم لكم بالله انا راجل يعني يعني شايف قدامي ايه اللي بيحصل لو الدوري السنة الجاية اتلعب بشكل عادي من دورين ب 18 فريق لو جبنا بيكن باور ايام ما كان ماسك منتخب المانيا في 90 مش هنكسب حاجه مع منتخب مصر انسوا انتوا احنا عندنا منتخب يا جماعه المنتخب ده تكوينه الاساسي وقوامه الاساسي من اللعيبه المحليين انت عندك 3 4 لعيبه محترفين يبقى انت عندك معظم اللعيبه جايه من محلية. من من الدوري المحلي لو الدوري السنه الجايه ما تلعبش بشكل استثنائي سواء بقى مجموعتين سواء يعني لازم الدوري السنه الجايه ما يزيدش عن 25 26 اسبوع لازم ولازم يخلص في وقت معين واللعيبه دي تاخد راحه سلبية لمدة شهر خمس أسابيع يرجعوا بني آدمين جداد. النهارده لو ده ما حصلش الكرة المصرية الكيرف بتاعها هيبتدي ينزل يعمل كده. هيعمل كده. فافتكروا كلامي مسجل أهو أنتوا قدامكم. والكلام والكلام اللي أنا قلته ساعة دوري الكورونا موجود. لو دخلتوا على اليوتيوب وميدو بيتحدث عن دوري الكورونا هتلاقوه موجود. قلت الدوري ده لازم يتلغي ما قلتش كده الناس ساعتها قالت كده ان ميدو زملكاوي وعشان الاهلي راكب الدوري وهو مش عارف ايه بتاعنا انا قلت هو الاهلي يعني هيفرق معاه السنه اللي هو الدوري اللي الدوري اللي هو واخدها المهم مصلحه الكره المصريه المهم مصلحه مصر بس ما حدش كل الناس فكرت في مصلحتها بس تبص تحت رجليها وقدام شوفوا حصل ايه انا برضو بقول لكم انا برضو بقول لكم لو الدوري السنه الجايه تلعب بشكل عادي من أربعة 34 اسبوع ولا ما اعرفش اه كام اسبوع 34 34 اسبوع منتخب مصر والانديه المصريه على قبل نهايه الموسم الجاي هيبقوا برده مش شايفين حاجه مش هنكسب لا ابيض ولا اسود ولا اي حد مش مش هنطول الهوا فلازم نفكر كويس لازم نطلع من المازق اللي احنا فيه معايا الاستاذ شريف صالح عضو رابطه الانديه الدوري الممتاز استاذ شريف مساء الخير مساء الخير يا كابتن اهلا بيك يا فندم ومشرفني في في البرنامج وعايز اسال حضرتك يعني ما اعرفش انت كنت سامعني بتكلم ولا لا ولكن هل فعلا في طلبات وصلت من فيكتوريا ان الدوري في الموسم الجديد يكون يعني تعمل بشكل استثنائي وهل في تفكير واتجاه موجود ولا لسه هتاخدوا راي الانديه تشوفوا رايهم؟ والله يا كابتن هو لسه طبعا مفروض ان هو يبقى في يعني جلسه مع فيكتوريا مع رابطه انديه او مع الاتحاد عشان يبقى فيهم تنسيق في الامور دي م. لسه حتى الان هو تقريبا قاعد مع مع الاتحاد او مع كابتن عامر لكن اكيد بيقعد معاه كتير لكن لسه بالنسبه للرابطه لسه ما فيش التنسيق ده يعني ما حصلش لكن احنا طبعا مستوعبين الامور كلها وعارفين الموسم اللي جاي برضه مضغوط رغم ان الموسم اللي فات كان مضغوط اكتر منه كان برضه في زمان دوليه كثيره جدا واحنا عرضنا على الانديه ثلاث اشكال للدوري وبحيث ان احنا نخلص بدري وما بقاش الضغوطات اللي حصلت ولا المباريات المضغوطة, المضغوطه دي لكن هو الانديه كلها كانت مصممه على الشكل التقليدي للدوري. اعتقد انا يعني كفكر احنا المفروض الكلام ده يتغير شويه وزي ما حضرتك قلت لك انا انا دخلت دلوقتي سمعت حضرتك بتتكلم ان الدوري لو بشكل لعبه التقليدي هيبقى صعب جدا على المنتخب وانا موافق مع حضرتك في هذا حضرت الكلام جدا جدا جدا. وعشان كده يكون في طرح ان شاء الله مننا يعني, يعني ان احنا شكل الدوري يتغير لان سواء كنا مجموعتين او مجموعه واحده تعمل بنظام بنظام زي بعض الانديه الاوروبيه مثلا ان احنا نلعب بمجموعه واحده وبعد كده نلعب اول ثمان فرق يلعبوا بعض والفرق العشرة الباقيين يلعبوا بعض مم. بس فده ممكن يفرق معانا في الاسابيع كتير يعني بدل 34 اسبوع فعلا زي ما حضرتك قلت ممكن يبقى 26 اسبوع بالظبط لو ده حصل يعني أوه. فكل ده محل الدراسة ولسه يعني احنا ان شاء الله هندرس التصور الامثل ونعرضه برضه على الانديه ويكون في توافق ما بين مدير المنتخب والاتحاد على هذا الكلام اعتقد ان كلامنا ان شاء الله يعني هنشوف الانديه تقول ايه أستاذ شريف صالح عضو رابطة الأندية بشكرك شكراً جزيلاً على مداخلتك معانا وتوضيحك إن يعني ده ده الاتجاه اللي موجود وده الكلام الصح ما تخافوش دايماً إحنا عندنا مشكلة في مصر إن إحنا بنخاف من أي حاجة ممكن نعملها مختلفة أو جديدة لا العب دوري من دور واحد واشتغل وابني صح وخد اول ست فرق اول ايا كان لعبهم بلاي اوف مع بعض الفرق التانية مثلا اخر آه ست فرق يلعبوا بلاي اوف على الهبوط ما تخافش العب واشتغل طالما ان انت ماشي وشغال آه وشغال صح فدي طلبات آه فيكتوريا آه طبعا يعني في ماتش ماتشات جايه للكاس للزمالك والاهلي والزمالك هيلاعب الاسماعيلي ويا ترى هيبقى في روتيشن والناس بتريح ولا لا وملخص ال 30 جوله اللي خلصوا بالارقام باحسن لعيبه بحاجات كتيره جدا هنتكلم فيها بعد الفاصل مع هشام رشاد وطارق شعبان تحدي من نوع خاص بينتظره الاهلي بقيادة مدربه البرتغالي ريكاردو سواريش واللي هيكون في مواجهة مصر المقصة في مباراة هتجمع الفريقين بدور الستاشر من منافسات كاس مصر للموسم الجاري هيسعى الاهلي من خلال مواجهته ضد المقصة لتحقيق بعض الاهداف الخاصة وابرزها السعي لحصد لقب محلي ومصالحة جماهيره بعد فترة من تراجع النتائج والمستوى الفني للفريق خاصة بعد خسارة كاس مصر للموسم الماضي بالهزيمة من الزمالك في النهائي بهدفين مقابل هدف. ده غير فقدانه العديد من النقاط خلال منافسات دوري الموسم الحالي، واللي قرب الزمالك من حصده باعتباره المتصدر الحالي لقمة جدول الترتيب برصيد 72 نقطه مواجهه المقاصه هتكون فرصه جيده للاعبين الشباب في الاهلي اللي لفتوا الانظار خلال الفتره الاخيره لمواصله تالقهم واثبات قدرتهم على قياده المارد الاحمر لمنصات التتويج المحليه خاصه بعد تالق احمد سيد غريب وتسجيله لهدفين خلال فوز الاهلي على الاتحاد السكندري في الدوري بثلاثيه نظيفه وكذلك زياد طارق اللي سجل هدف رائع فى نفس المباراه وهتمثل بطوله كاس مصر للموسم الجاري فرصه خاصه للبرتغالي ريكاردو سواريش مدرب الاهلي لحصد اول القابه مع المارد الاحمر ونيل ثقة الجماهير اللي اهتزت بتعثر الفريق تحت قيادته في بعض المباريات بعد توليه المهمة الفنية خلفا للجنوب افريقي بيتسو موسيماني وبين الاعتماد على اللاعبين الشباب والبحث عن تصحيح المسار بيسعى الاهلي للعودة من جديد لقوته المحلية من خلال حصد بطولة محلية جديدة تضاف لدولاب بطولاته اعزائي المشاهدين متابعي قناه المحور وبرنامج المنتدى في كل مكان بيسعدنا ان يكون معنا واحد من المواهب الفزه في كره القدم المصريه واحد الجماهير بتحبه من غير يعني بدون استئذان بيدخل القلب بدون استئذان موهبه زي ما قلت لكم كرويه فزه حريف مهاري رمونة ميزان انا معايا نجم النادي الاهلي السابق وسيراميكا الحالي كابتن صالح جمعه انا برحب بيك على شاشه قناه المحور وبرنامج الرومنتاي حبيبي طبعا انا اللي برحب بيك طبعا في ملعب التدريب بتاعنا طبعا منورين وتحياتي للكابتن احمد حسام ميلو طبعا والكابتن محمد بركات طبعا يمكن زي ما انت قلت طبعا يمكن الحمد لله ان الواحد عنده قبول عند الناس والناس بتحبه الحمد لله والواحد بيجتهد خلال الفتره اللي فاتت دي بعد فتره طويله من الاصابه طبعا وربنا يكرم الفتره اللي جايه ان شاء الله في البدايه مش عشان انا موجود في النادي لكن بصراحه النادي ده نادي محترم جدا الاداره هنا اداره محترمه وناس تعمل بشكل ممتاز كابتن احمد سامي يعني على المستوى الشخصي بدل ان هو مدرب والكلام ده كله لا جدع واقف في ظهرنا من ساعه ما جينا يعني من اول يوم ليه في النادي وهو بيتكلم مع كل اللعيبه اي حد كانت عنده مشكله من ساعه ما كابتن احمد سامي جه اتحلت الفتره اللي قضيتها في النادي الاهلي لعبت خمس سنين ونص في النادي الاهلي ما انساهاش يعني يمكن احسن خمس سنين ونص في كاريري طبعا كان في بعض المطبات كان في بعض المشاكل وكل الكلام ده كله لكن في الاول والاخر هو جزء من شغلي وجزء من حياه لعيب كره آه كره القدم طبعا آه كان في مدربين علاقتي بيهم كويسه جدا لان انا من نوعيه اللعيبه اللي بتحب ان المدرب يتعامل معاها بشكل مختلف شويه في مدربين يتعاملوا معاها بشكل مختلف فطلعوا احسن حاجه في صالح وفي مدربين تانيين اتعاملوا بشكل تاني فما كانش في ما بيننا تفاهم فالامور كانت صعبه لحد النهارده بشوف ماتشات النادي كلها بتابع ومنيت ان ارجع في يوم من الايام النادي الاهلي تاني وابقى موجود يعني انا اكلمك عن علاقتك بالتحديد بمستر ريني فايلر وبعد الكلام اللي طلع ان في العلاقه متوتره ما بين صالح جمعه ما بين فايلر حقيقه الكلام ده اه دي حقيقه يعني انا في البدايه قلت لك ان انا الموضوع معايا نفسي شويه هو من ساعه ما هو جه النادي الاهلي وانا كنت بلعب بشكل اساسي فوجئت ان انا بره وحتى في التقسيمه فوجئت ان انا بره ابتدت من النقطه دي المشاكل يعني حتى كابتن سيد عبد الحبيس ساعتها اتكلم معاه قرب من صالح واتكلم مع صالح والكلام ده كله لكن هو كان كان اسلوبه معايا انا شخصيا يعني كان كان صعب شويه ما كانش فيه تفاهم انا اعتقد انا قعدت ست شهور في الجيم ما بنزلش الملعب يعني عمل تقسيمه هو 11 ضد 11 كان فيها ثلاثه ناشئين وتخرجنا الوحيد بره التقسيمه واللي يخش الجيم ما فهمتهاش بصراحه ساعتها يعني حسيت ان الموضوع بقى صعب جدا يعني فمن ساعتها اخذت القرار يعني قلت له انا هفضل في الجيم على طول بقعد ست شهور فعلا في الجيم يعني ما بتمرنش مع الفرقه الناس المسؤولين في النادي الاهلي بصراحه يعني وقفوا معايا فترات كتيره جدا وما انساهاش يعني. يعني انا وانا ماشي النادي الاهلي انا كان ليا فلوس وسبتها ولما اتكلمت انا الكابتن سيد قلت له كابتن قلت له انا عايز امشي خالص قال لي اللي انت عايزه احنا نعمله لك والكلام ده كله قلت له انا الناس دي ما شفتش منها حاجه وحشه والناس دي وقفت في كانوا كويسين جدا معايا وكانوا اكبر داعمين ليا بصراحه الجمهور والاداره والكلام ده كله عشان كده حسيت ان انا لا لما همشي لازم امشي بطريقه كويسه بطريقه محترمه لان الناس دي محترمه فكلمت الكابتن سيد قلت له كابتن حتى ليا فلوس مش عايزها وقلت له يا كابتن انا عايز عايز الاستغناء بتاعي وهمضي انا على تنازل عن كل حاجه ونمشي بطريقه شيك ده بالنسبه لي اكبر حاجه ليا او اكبر مكسب انا كسبته خلال الفتره اللي فاتت دي هو جمهور نادي الاهلي في ناس لو ملايين الدنيا كلها مش عمرها ما سيب النادي الاهلي، افضل لاعب في مصر دلوقتي اعتقد زيزو الموسم ده يعني معجب جدا باداء زيزو بصراحه. عملت مباراه كويسه قدام نادي الزمالك، كانت اول مباراه بعد الاصابه اللي خسرنا فيها 3-2، اللي عملت فيها الجول الثاني بشكل كويس، كان في كلام مش بشكل رسمي عن طريق عبد الله اخويا، عن طريق وكلاء بيتكلموا مع نادي الزمالك، الكلام ده كله، وناس اتكلمت معايا، لكن انا فاضل لي سنتين انا بعمل اللي عليا و... ومنتظر نهايه الموسم ان شاء الله باذن الله افنش بشكل كويس عندنا اربع مباريات ربنا يكرم بعد السيزون كده نشوف الدنيا فيها ان شاء الله انا عارف ان صالح جمعه صريح لو جالك عرض رسمي من نادي الزمالك هتروح الزمالك وافق طبعا اه طبعا نادي الزمالك نادي كبير وجماهيريه و... كبيره و... واداره كبيره و... ولعبة على اعلى مستوى طبعا في نادي الزمالك شرف لاي حد انه يلعب فيه مستر كوبر مدرب واقعي شويه بيتعامل على قد الامكانيات اللي موجوده على قد امكانيات المنتخب اللي اللي عندي عشان كده ان الراجل نجح ووصل وصل فاينل افريقيا ووصل كاس عالم يمكن دي كانت بالنسبه لي مباراه يعني وصول لكاس العالم هي اللحظه الاهم في مسيرتي يعني. يعني بعد بعد سنين طويله جدا والكلام ده كله الحمد لله بقى موجود في المباراه اللي هتوصلنا كاس عالم الحمد لله بعدها حتى جت اصابه كبيره و... ما قدرش ان اشارك في كاس العالم لكن من الذكريات اللي بالنسبه لي يمكن احسن حاجه ممكن نعملها الجيل بتاعنا ده هو ان احنا وصلنا كاس العالم صالح جمعه من الناس اللي محمد صلاح بيحبها بشكل كبير جدا ودايما نعرف ان في تواصل دايما بينك وبين محمد صلاح كلمنا عن العلاقه بينك وبين محمد صلاح واخر مره كلمك امتى محمد مش الشخصيات الجدعه يعني هو صاحب صاحبه جدا وبالذات في الظروف الصعبه يعني محمد في اصابتي كلمني اه محمد صلاح كلمني في لما اتعورت وحتى بعدها قال لي محتاج اي حاجه محتاج تيجي هنا الكلام ده كله انا موجود في اي وقت تكلمني في اي وقت مواقف كتيره بالذات في الموقف الصعب يعني محمد ممكن يختفي بس لما يبقى في موقف انت بتحس ان هو مختفي وما يبقاش عارف مثلا ايه اللي بيحصل لا هو متابع كويس جدا لتفاصيل كل واحد من زمايله ولما بيبقى في مشكله عند حد هو بيبقى موجود طول الوقت وبيتكلم وعمري ما انسى التويت ساعتها سا سا كان عندي مشكله و يعني لا يعني من الناس الرجاله بصراحه يعني بشكر مراسلنا المجتهد حسنين على يعني على الانترفيو اللي عمله مع صالح جمعه طبعا لاعب سيراميكا كليوباترا وقال كلام مهم قال ان لو جاله عرض من الزمالك اكيد اكيد هيوافق هي انا انا شخصيا يعني بتمنى ان ان صالح جمعه يعني يكون تكون السنين اللي جايه بتاعته كلها كويسه لان انا بحبه جدا على مستوى الشخصي وكلاعب كوره واللعيبه اللي زي صالح اللي بتعرف تفضي نفسها وعندها فيجن وعندها رؤيه ما بقتش موجوده عندنا كتير في مصر كده بتمنى ان شاء الله يعني ربنا يبعد عنه الاصابات وان هو ينهي الموسم بشكل كويس وي ويشتغل على نفسه كويس يعمل بري سيزون محترم لان هو مش محروق يعني مش محروق ماتشات. اتمنى ان هو ان شاء الله الموسم الجديد يعني يكون آه يكون يعني آه موسم كبير لصالح جمعه آه ايا كان هو فين لسه عنده 29 سنه ممكن يلعب كام سنه كمان كويسين لو اهتم بنفسه ولو آه آه خد القرارات الصح وريح كويس واشتغل كويس وكل كويس و, 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 و ويعني وتعلم و... و... من الاخطاء اللي قبل كده كلها بنغلط لكن مهم ان هو يكون ان شاء الله اتعلم من 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 الاخطاء دي مساعدني ان انضم لي هشام رشاد وطارق شعبان هشام مساء الخير ميدو وحش طارق مساء الخير مساء ميدو عاملين ايه؟ كله تمام الحمد لله عايز الاول اخد يعني انا عارف ان انتم محضر لنا شغل يعني ملخص للجولات ال 30 اللي اتلعبوا في الدوري المصري بس انا عايز اخد رايكم كذا موضوع مهم أه وقولوا لي رايكم ايه بصراحه اول موضوع رايكم ايه رايك يا هشام إن, ان كان عيد ميلاد كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن وان المواقع الرسميه للانديه اللي مثلوها م. والمنتخب مصر الاتحاد المصري رغم ان هم بيقدموا تهنئه للعيبة كتيرة جدا ما يقدموا لهمش تهنئه في, في عيد ميلادهم انت شايف الموضوع ازاي موضوع الجواب باين من عنوانه يعني لازم نفصل نفصل تماما طبعا في الاول الكلام ده ما يصحش م. الكلام ده ما يليقش باتنين قدموا كتير جدا م. لمنتخب مصر وللانديه نفسها آه لازم نفصل مشاعرنا ازمه عندنا طارق كبيره جدا ان احنا بنخلط مشاعرنا في الحاجات اللي لازم تتعمل يعني انا بحب طارق ساعه عيد ميلاده مهما يكون نجم كبير فاهم قصدي يا لا انا طارق لا انت قصدك إن, ان 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 الناس بتاخد قرارات يعني بقلبها مش, مش بعقلها يعني يعني ان في عاطفه في الموضوع عارف اللي يثبت الكلام ده ايه؟ مم. ان في ناس اقل كانجازات من اللي قدمه كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن وبيهنوه مم. فانت لا يمكن تنسى لا يمكن تنسى واحد زي حسام حسن وابراهيم حسن عيد ميلاده و... وب... مش نسيان لا ده تعمد ما هو ده اللي قصدي آه، 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 انت النهارده المراكز الاعلاميه المفروض لا تضرب الاهواء انت بتضرب يعني انت اللي صنع لك تاريخ يعني حسام حسن وابراهيم حسن, حسن صنعوا تاريخ للاهلي صنعوا تاريخ للزمالك واكيد صنعوا تاريخ لمنتخب مصر مش عارف يا طارق لا وأنا انا متفق معاكم متفق مع هشام ان كان لازم يتم يعني تقدير الكابتن حسام والكابتن ابراهيم بالشكل اللي يليق بيهم هم اساطير للكره المصريه وهم يعتبر اكبر اساطير في تاريخ الكره المصريه عموما وانا فاكر كان حوار ليه كم يدبر كده مع سي ان ان كنت بتتكلم فيه وبتقول ان حسام حسن زي الان شيرر في انجلترا، يعني حسام حسن هنا في مصر زي الان شيرر في انجلترا. م. الان شيرر احنا بنشوف لما بيجي عيد ميلاده بيجي اي ذكرى ليه كان لسه بيلعب حساب نيوكاسل حساب, نيو حساب البريمير ليج حساب اي كله كله بينزل له تهنئه وكله بيفتخر بيه. ليه حسام حسن ما يتعاملش معاه زي الان شيرر ما بيتعامل معاه في انجلترا؟ فده سؤال لازم نطرحه على النادي الاهلي وعلى نادي الزمالك وعلى الحسابات الكرة الرسميه للاتحاد الكوره ورابطه الانديه ازاي حسام حسن بالعيد بعيد ميلادهم والنا... وال وال اكبر وال... دليل على كده يا ميدو مم. ان كابتن جار رحمه الله عليه الله يرحمه عانى في السنوات الاخيره مم. ولما تشوف الاردن عملت كابتن جوهري ومصر عملت كابتن جوهري بعد وفاته هتعرف آه اللي انا عايز اقوله اصل دي مسج انت بتوصلها للشباب المفروض ان انت لو لعبت واجتهدت واخلصت وكافحت وخدمت هقدرك هقدرك للا للا هقدرك في حياتك وفي مماتك هقدرك لكن النهارده معلش بصراحه انا يعني اول حاجه زعلان جدا يعني عندي اتاب كبير جدا الكلام ده كتبته على تويتر ان الكابتن حسام والله الموضوع ملوش علاقه ان هم ناس اصدقائي ولا اخواتي ولا بتاع لو كان اي حد تاني كنت اقول الكلام ده لكن ما ينفعش ان يبقى عيد ميلاد حسام حسن وابراهيم حسن, حسن اساطير مصر في كره القدم واللي واللي والاتحاد المصري ما عمل لهمش تهنئه وال والموقع الرسمي بتاع النادي الاهلي ما عمله ما يعملكش عمله تهنئه والموقع الرسمي بتاع الزمالك في ناس ترد عليك تقول لك اصله مش عارف رفع فانيله ايه وبتاع ده لا يمنع لا, لا, لا يلغي تاريخه لا يلغي تاريخه النهارده راجل جالك كسب عندك بطولات وعمل لك ثوره في النادي في وقت من الاوقات بتكلم عن نادي الزمالك لازم النهارده هنيه النادي الاهلي حتى لو الراجل راح الزمالك وراح الزمالك ليه ما راح الزمالك انت قلت له خلاص انا مش عايزك راح الزمالك انت بتقول مش عايزك هو راح الزمالك واشتغل ال 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 لازم اهنيه اقول له اقول لهم كل طيبين دول نجوم كبار اتحاد الكوره ايه اللي يمنع اتحاد الكوره المصري؟ طب انت اتحاد الكوره بقى ده الناس ما عملتش حاجه لمصر يعني اظن دول ما عملوش حاجه لمصر صح؟ ما يعني عملوش حاجه يعني يعني تسيء لمصر قصدي يعني فالنهارده اتحاد الكوره لازم ان انت النهارده في بعض الاسماء الناس اللي خدمت وخدمت مصر صح؟ لازم الحاجات دي ما تفوتش أه ما تفوتش علينا طبعا عايز أسألك سؤال شفت صورة لشيكابالا وهو واقف مع فيتوريا أه طبعا وجميل جدا إن فيتوريا بيزور بيزور الأندية زار حوالي سبعة ثمانية أندية في الفترة اللي فاتت ومهم إن مدربين الأندية يعني يحسوا برضو بالاهتمام وإن الراجل بيقدرهم الراجل رايح لهم لغاية عندهم فكر كويس فكر كويس كلام كويس بداية كويس شفت الصوره دي مع شيكابالا بيتكلم معاه وانا عرفت يعني ان هو بيشيب بيه بشكل كبير جدا انت شايف يا ان بالمستوى اللي بيقدمه شيكابالا ان شيكابالا ممكن يكون جزء من خطه فيتوريا في المنتخب حتى لو لعيب احتياطي بيلعب ربع ساعه بيلعب ثلث ساعه في ماتشات مهمه ولا انت مع مدرسه ان ان لازم تدي فرصه للعيبه الصغيره وان انت ما بياخدش مكان حد صغير انت شايف ممكن ممكن يكون ليه دور فعلا مع مع فيتوريا خصوصا ان احنا بنشوف دلوقتي في الدوري وفي اللعيبه اللي موجوده في في مصر ان من اللعيبه النادر جدا اللي انت تلاقي لعيب بيخلق لك حلول في المواقف الفرديه وحلول يعني حاجات غير بره السياق اللي انت تكون بتلعب فيه شيكابالا واحد من اللعيبه القليله اللي, اللي ممكن تخلق حلول من العدم فممكن يكون فعلا فيتوريا بيفكر في شيكابالا بشكل جدي اللي هو يكون موجود في المنتخب ولكن الحقيقه ميدو ان شيكابالا في في الفترة الأخيرة يعني مش بيقوم بدور فني بس في الملعب في نادي الزمالك لكن ليه دور قيادي كبير جدا، أنت لما تتفرج عليه في الماتشات حتى الماتشات اللي مش بيشارك فيها تلاقيه واقف في أوضة مع, مع اللعيبة على الدكة بيشجع اللعيبة اللي بتلعب في الملعب بينزل الملعب يخلي الجماهير تحيي لعيب معين اللي هو شايف اللي هو ده نجم الماتش النهارده بيساند اللعيبة الصغيرة ممكن يكون وقوف شيكابالا مع فيتوريا اللي هو بيقوم بدوره كقائد في استقبال مدرب منتخب مصر في نادي الزمالك فشيكابالا الحقيقه بيقدم السنه دي موسم استثنائي موسم بيثبت ان شيكابالا نضج بشكل كبير جدا على مستوى العقليه ومستوى التصرفات اللي ممكن يكون بياخدها لعيب لعيب الكوره كلاعب كوره في الملعب وكقائد بره الملعب. هشام ايه رايك؟ الاجانب ما عندهمش سن الاجانب ما بينزلوش للسن السن ده مجرد رقم عطاء <applause> بينزل <applause> العطاء بالظبط هو بالظبط هو بالنسبه له ممكن شيكابالا يبقى بالنسبه له زي ما بيلعب بيديك 45 دقيقه ساعات ممكن انا محتاجه في 10 دقائق في نوعيه مباريات معينه وما فيش حد عايز يخسر نفسه هو لو مش شايف ان شيكابالا هيكون اضافه لو فعلا فكر ان هو يضم المنتخب مصر هو ما فيش حد عايز يخسر نفسه شيكابالا حتى لو هيديك 10 دقائق في وقت معين هيديك تلت ساعه في وقت معين محمد صلاح مثلا حصل له حاجه فانت برضو عندك ازمه كبيره في واحد اشول غير محمد صلاح دي ازمه م. خلي بالك فممكن يبقى هو عنده تفكيرات معينه ممكن يبص عليه ان هو كقائد خلي بالك ممكن فريرا يقول له ان الراجل ده بيقوم بدور اكبر بكتير من الدور الفني طبعا لان احنا على فكره منتخب مصر برضو محتاجين قاده برافو عليك قلنا مش شارع بس مش, شارة مش شارة بس طبعا مش شارة قاده محتاجين قاده في القاده في الملعب بعد اعتزال عبد الله السعيد بعد اعتزال عبد الله السعيد دوليا مفيش فيش لعيبه تقدر اللي هي وانا شك اصلا انا شاكك كمان انه هيتكلم مع عبد الله ان هو ما فيش الكواليتي دي خلي بالك اصل انت انا هبني جيل انا ببني جيل بابني ببني 30 و40 لعيب مش لعيب ولا اثنين انا باخد فرصه حد انا هاخد فرصه حد لو في حد احسن مني احسن مني انت تقدر تقول دلوقتي مين بديل صلاح اشول لا مفيش مش هتلاقي ولا مصطفى فتحي يقدر ولا مفيش في مصر مم. يعني حتى وليد سليمان اللي كنت ب... كبر فاهم قصدي وليد سليمان خلي بالك لو تالق فاهم بس هو النادي الاهلي لازم يدي المساحه يا ميدو اللي الزمالك مدي النفس ده لشيكابالا تحس في النادي الاهلي ان هم وليد سليمان لا دي اخر سنه ما له وليد سليمان لما بينزل بيقلب الماتش ما له مساحه اكبر ما دام نفسه جايبه خلي بالك هو لو شك... لو وليد سليمان حضر نفسه نفسيا ان انا باخد تلت في 25 دقيقه وابتدى يركز بس هو وليد اعتقد ان هو اعلن ان هتبقى اخر موسم ماشي بالنوع. ايوه بس ما تعرفش يعني م. انا بسمع ان ممكن الاهلي كدور قيادي بيفكروا او سوارش طلب ان هو يمد م. سنه والاداره هي اللي هتقرر الكلام ده كله لان فعلا برضو النادي الاهلي واحد زي وليد سليمان كقائد وجوده مهم فانا بالنسبه لي ان فيتوريا ما عندوش فكره السن ما دام هتدي انا ده اهم حاجه ان انت تبقى ضعف ساعات على فكره يا جماعه بيبقى اللعيب الكبير زي ما انتم بتقولوا ممكن ما بيلعبش كتير بس ليه دور ان هو ان خلي بالك اللعيب الصغير يسمع لزميله اكتر ما يسمع لمدربه صح خلي بالك في علم بقى يعني انت فالنهارده انت ممكن يبقى لعيب كبير انا فاكر إن احنا في اياكس واحنا صغيرين جابوا لنا ثلاث لعيبه كبار ما كانوش بيشاركوا خالص الا لما إيه؟ باين صح؟ لا جلس كان كابتن فرقه ده كان لعيب اساسي كابتن منتخب تشيك ده كان عنده يعني ده قصه ثانيه انما جابوا لنا ثلاث لعيبه كان وظيفتهم وظفت الاساسيه ان هم يبقوا المنتورز بتوعنا بيوجهك يقول لك ومن غير ما تحس النادي بيبقى مديهم تعليمات بالكلام ده لان انا شفته لما كبرت يعني جابوا لنا ياري لتمانن وجابوا لنا ريتشارد وارون وينتر ما كانوش بيشاركوا خالص عشان بيلعبوا كده ايه الماتشات السهله اللي احنا بنكسبها خمسه وسته في الدوري وبتاع، لكن دورهم كان مهم جدا في اوضه اللبس. مم. بيجي يقعد مع اللعيبه الصغيره يقول لهم اعمل كذا خلي بالك خلي بالك من كذا كذا لان اللعيب بيسمع لزميله اكتر. فممكن اللعيب ما بيشاركش كتير بس يكون ليه دور مهم جدا في ال بالذات يكون عندك لعيبه صغيره كتير. ماتش, الزم... ماتش الزمالك والمقاصه اللي فات في لقطه الخضري اللي هو الناشئ بتاع الزمالك مم. كان واقف على الخط لو هنا عرفت كان كوالا بيكلمه بيقول له العب السهل يعمل مش عارف ايه ان هو عادي يا يعني خلي بالك انا ممكن عادي بعيد عنه لكن هو راح له قال له يعمل ايه هي دي اللي ميدو اللي بيتكلم عليه <تكلمت> فاهم ان نجم كبير وكابتن نادي الزمالك بيقول له العب السهل ابتدي العب السهل لغايه لما العجل <تكلمت> <تكلمت> انتوا عن.. عندكم عندكم حاجات مهمه جدا وارقام مهمه جدا على عن الدوري المصري هنتكلم فيها نطلع فاصل وبعد الفاصل ارقام مهمه جدا لل30 جوله اللي عدوا من الدوري المصري محمد صلاح دايما دايما على مر سنوات طويله مشرف الكره المصريه وعايز اقول لكم ان المكانه اللي هي موجود فيها محمد صلاح وما يفعله محمد صلاح مع ليفربول مهم جدا للكره المصريه مش مهم عشان الناس تذكر بس اسم مصر في كل جمله بتتقال عن محمد صلاح لكن محمد صلاح ونجاحه بيدي بيشجع الانديه ان هي تتعاقد مع لعيبه مصريين بيشجعهم ان هم يتعاقدوا معاهم ان العقليه كويسه ان الالتزام ان ممكن حد يجي من البلد دي ويشتغل وينجح طالما ان هو عنده امكانيات فلازم نبقى فاهمين البعد بتاع نجاح محمد صلاح اكبر بكتير جدا من ان هو ينزل يلعب 90 دقيقه مع منتخب مصر ده مهم اه لكن في ابعاد تانية مهمه مهمه جدا ترتيب طبعا ترتيب طبعا يعني مراكز محمد صلاح في الجوائز العالميه منذ بدايه مسيرته 2018 سادس احسن لعيب في العالم 2019 خامس احسن لعيب في العالم 2021 سابع احسن لعيب في العالم وفي البالون دور واعتقد ان دي كان فيها ظلم كبير جدا ليه زي ما انا قلت لكم زي ما انا قلت لكم قبل قبل كده في ذا بيست 2018 الثالث 2019 الرابع 2020 السادس و2021 آه، الثالث يعني طبعا افضل لاعب بالنسبه لافضل لاعبين في اوروبا في 2017 موسم 2017 2018 الثالث السادس في الموسم اللي بعديه آه، طبعا الموسمين اللي فاتوا خارج قائمه العشره الاوائل لكن محمد صلاح ما بيستسلمش رجع بيحارب مره ثانيه آه، وموجود الموسم آه، يعني <applause> اللي فات فيه آه، 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 المركز آه، السابع نرجع نتكلم على الدوري المصري يا طارق 30 جوله من الدوري المصري في رايك ايه الاختلاف اللي موجود في الدوري المصري في الموسم ده اهم حاجه لاحظتها لاحظتها ايه من حاجه بالذات من الناحيه الفنيه ولا الموسم ده زي زي المواسم اللي فاتت لا في في اختلافات في اختلافات فنيه يعني خلينا نقول ان دخول فريرا للدور المصري في وسط الموسم برغم ان هو ما جاش من بدري ولكن جه في فتره متاخره ولكن اضاف كتير جدا للدور المصري <applause> يعني احنا كنا في الاول ما بنشوفش مثلا فرق بتلعب بثلاثه ورا ما كناش بنشوف فرق بتلعب بالكومباكت زي الزمالك ما بيلعب دلوقتي ما كناش بنشوف فرق بتحاول تستغل نقاط قوتها بنفس الشكل اللي اللي بيحاول يشتغل بيه فريرا دلوقتي فدي من النقط اللي ممكن نقول اللي هي اضافت فنيا للدوري المصري في الموسم الحالي كمان يعني عشان نقول كل حد ياخد حقه بيراميدز في اول الموسم لما بدأوا مع كابتن ايهاب جلال كان بادئين بشكل كويس جدا الفرقه مم. كان ليها سيستم وكان ليها استراكشر هدوم هجومي وكان ليها يعني نظام لعب هشام لما تتفرج عليه تحس ان انت فعلا بتتفرج على فرقه ليها هويه معينه في الملعب بس الشغل تشتغل تشتغل عليها فول باكس بيخشوا لجوه لعيب الارتكاز دايما بيحاول يفضي نفسه يكون افيلبل في ناس بين الخطوط بتحاول تشتغل على تطلب الكوره الممرات الخمسه بيشتغلوا عليها فكان في فعلا شكل هجومي للبيراميدز انا كنت بقول ان بيراميدز لو كانوا كملوا مع الكابتن ايهاب جدل لغايه الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ما كانش بعيد ابدا ان هما يكونوا بينافسوا بشكل حقيقي فعلا على على الدوري وفعلا بيضايقوا الزمالك فدي من, من اهم بس هم يعتبروا يعني في مركز موجودين كويس موجودين يعني خل... مركز كويس, كويس ولكن خلينا نقول ان الدوري يعني تقريبا للزمالك خلاص يعني الدوري تقريبا م. محسوم للزمالك ولكن انا بقول لو كان كابتن ايهاب جلال موجود معاهم لغايه دلوقتي ما كانش الدوري هنقدر نقول ان هو محسوم للزمالك انا عايز اعلق دلوقتي. على النقطه اللي قالها طارق ان هي مهمه جدا على موضوع فيريرا ان فيريرا هيبتدي يخلي الادارات تهتم باختيار المدرب قبل اللعيبه اللي بيحصل يا ان انت بتروح تدفع خمسة مليون دولار في لاعب ثلاثة مليون دولار في لاعب واربعة مليون دولار في لاعب وتبتدي تبخل في المدرب. فيريرا اثبت ان اهم حاجه في فرقه الكوره هو المدرب. م. لان بكواليتي اللعيبه دي انت ما تقدرش تقول ان ما عدا زيزو ما عدا كان شرقي امام لعيب مميز والكلام ده كله لكن فيريرا عرف يخلق من الجماعية حاجة جامدة جدا انت دلوقتي انت بتتكلم ان فريرا هو بصمته بصمته هي اللي مخليه نادي الزمالك كده فانت دلوقتي هترجع تاني او لازم تهتم مفيش حاجه اسمها ان انا مثلا اروح ادفع عميده للعيب كوره خمسة مليون دولار واجي عند المدرب اقول لك اقعد إيه اتخانق ياخد ستمية الف دولار في السنه ولا مليون دولار في السنه لا المدرب يستحق ان هو مثلا لو مدرب قوي حاجه زي فيريرا تضيف للكره المصريه وتضيف للدوري لا انا هروح ادفع لجنيه كامله هو كامل يا هشام انا بقول انا بقول ان فرقه الكره دايما هي استراكشر كامل اداره كامله اداره جامده مدير فني قوي ولاعيبه كويسين بس يا طارق اقول لك حاجه المدير الفني المدير الفني من غير لعيبة كويسين مش هيقدر يشتغل بقول لك حاجه ما هو اثبت العكس انت عندك كام عنصر خلي بالك انا عايز اقول لك حاجه المدربين اللي في مصر المحترمين والجامدين لما اتعاملت مع كلاس مدرب تاني مختلف خالص انت شفت الفروع على الخط؟ خلي بالك أعمل. اللي ده يعني فيريرا مثلا انقل ان هو مش, مش بس ك... طارق بيتكلم في نقطة مهمة يعني سيبك موضوع اللعيبة آه. كده كده الزمالك والاهلي يعني عندهم لعيبه كويسة بس آه آه المدرب مهما كان كويس لو الإدارة مليون في المية مش صح طبعا ومدياله ساعة عمل ومدياله عليه طبعا و... وبتاع عمره ما اللعيبة ولو برضه مش عايزة تشتغل وعايزة تحقق حاجة مش مش هيوصل لشيء هو يعني هيكل كامل طبعا هو بس المدرب كويس زي ما عشان بيقولك يعرف يطلع دايما احسن حاجه سير اللي أرسن أرسن سير ارسن فينجر سير هم هم ثلاث اضلاع آه. هم ثلاث اضلاع للهيكل الاداره والمدرب واللعيبه فلو المدرب مش جامد م. هيبقى في خلل والموضوع م. مش هيبقى كامل فاكيد يعني مش, مش مصر. باخد من حق فريرا لا بالعكس هو فريرا لا ده, ده تاكيدا على كلامك تاكيدا على كلامك م. ان ان النقطه دي مهمه ان الانديه تبتدي تدفع في المدرب يعني انت دلوقتي مثلا الاهلي ماشيه موسيماني انا لو معايا عربيه يجيب نفس العربيه اعلى ده الطبيعي بس انت اوريدي بتدفع في مدربين كويس ايوه بس انت هي المشكله يعني... انا في رايي المشكله الحقيقه ان من موسيماني لسوارش مش انا دلوقتي ما اتكلمش فنيا لا كل الناس بعد لما موسيماني مشي سمعنا روي فيتوريا وسمعنا مدربين كتيره جدا ولا... وانا بتكلم مع اصدقاء يعني لو يعني هم اتخضوا ممكن يبقى سوارش سبحان الله ممكن يبقى مدرب جامد خلي بالك لكن انا بتكلم ان انت الليفل اللي انت كنت بتتكلم فيه ان انت تجيب مدرب في المنطقه دي انت فاجئتهم بحد تاني خالص، لما تيجي تبص ليه الارقام اللي مدفوعه في سواش لا ارقام اقل بكتير من مدرب المفروض يمسك النادي يعني مش بالفلوس اللي هتدفع في المدرب، يعني هو المدرب يعني يعني, يعني يعني ايه قصدك ارقام اقل بكتير؟ يعني هو بياخد مرتب كويس ولا لا؟ ولا اقل من اللي انت بتتوقعه؟ اقل من ليه ده بياخد يعني يعني اعتقد ان ارقام 130 140 طيب انت دلوقتي بتتكلم في موسيماني كان رايح ل 185 امم رايح ل 185 وكان م. بيقال ان انت بتتكلم ان كان 3 مليون دولار روي فيتوريا احنا اخرنا 2.5 او 2.2 لكن هو الارقام ما وصلتش لكده مم. يعني زي ما بقول لك مثلا دلوقتي انت مثلا تقارير بتقول خليل زيتش الاهلي بيتفاوض معاه طب هو بيتفاوض معاه ليه؟ طب انت اصلا جبته ليه؟ هل انت مقتنع بيه والمشروع اللي هيعمله يبقى سيبه؟ لكن انت ليه دلوقتي بتبتدي طب افت... طب افرض يا هشام معلش انا بقل... انا عايزه يكمل لان خلي بالك لو مشي هي وحشه في حق اداره النادي الاهلي ما هو ده اللي انا بقولك عليه المفروض طبيعي طالما انت بتاخد قرار اللي انت شايفه للمصلحه العامه في ما تبصش لمنظرك طبعا انت يعني حتى لو انت اخدت قرار غلط ما انت بتعرفش الله اعلم ايه اللي هيحصل احنا يعني لسه لسه مم. بنحكم عشان ما نظلمش برضو حد الراجل من حقه ان هو ياخد فرصه عادله ده اللي بقوله ده اللي لكن بقوله لكن انت النهارده جيت بعد فتره استشعرت ان انت غلط مم. ما تكبرش في الغلط حتى لو انا بقى شكلي وحش خلاص اوقف النزيف و... و... واشتغل ايه رايك؟ بس ما فيش مدرب عميد هينجح بين يوم وليله، يعني مم. اي مدرب هيحتاج وقت. لا بس في حاجات اساسيه انت بتبقى شايفها. في حاجات شغاله نفسيا. بس, بس خلينا يعني برضه عشان يعني عشان الراجل برضه سواريس ياخد حقه مم. هو مظلوم بالجوده بتاعت اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي، يعني خلينا نقول الحقيقه الراجل اوكي ممكن يكون مدرب ما ما بينش امكانياته بالشكل الكافي ولكن امكانيات اللعيبه اللي موجوده ما مش مساعده المدرب مم. يورجن كلوب لما جه ليفربول يا ميدو في 2015 قعد اربع او خمس سنين ما خدش بطوله مع مع الفرقه ما حدش قال له انت بتعمل ايه؟ ما حدش مشاه، ما حدش انتقده، ما حدش هجمه بس, استمر بس في حاجات معينه مع باينه بس في حاجات معينه باينه بتبين لك ان الراجل ده ماشي في الدايركشن الصح ولا لا؟ مع الوقت فيدباك من اللعيبه مع الوقت. مواقفه في معينه في مع الوقت, كل ده بيقول على الوقت لكن سواريز ما خدش وقت أه لا, لا طبعا احنا ما بنقولش سؤال يمشي احنا بنقول انا لا انا بتكلم أنا عن الكلام ال... ال... في كلام بيتداول ان هو في توجه لرحيل سواريز او لاقالته او زي ما بيقول هشام ان في كلام عن ان الاهلي بيفكر في خديلوزيتش او اي حد فاحنا بنرد على يعني... الكلام ده اللي هو م. لا اللي هو اقاله سواريز او رحيله مش عايزين نتكلم عن الارقام هشام احنا استغلينا ان طبعا كاس مصر ماتشاته بدات فقلنا نلم سريعا الارقام للساده المشاهدين الارقام المهمه نخش سريعا احصائيات الدوري المصري الممتاز عدد المباريات لغايه دلوقتي تميدو 268 مباراه لعبه م. عدد الاهداف 593 هدف تم تسجيلهم البطاقات الصفراء 1102 م. البطاقات الحمراء 57 الاكثر فوزا في الدوري الزمالك 23 مباراه مصر المقصه اه سيراميكا وامبي ومقاولين الاكثر تعدلا عدول. تعدلا 14 مباراه مم. الاكثر هزيمه مصر مقصه 19 مباراه اللي هيلعب بكره مع النادي الاهلي الزمالك الاقوى هجوم 59 هدف فاضل له هدفين ويتخطى الموسم الماضي 61 هدف استرن كومباني 51 هدف استقبل 51 هدف اه رقم كبير فاركو جدا فاركو اقوى دفاع اقوى دفاع ب 18 هدف دي كانت الإحصائية الأولى اللي هي للأرقام في بعدها قائمة الهدفين طبعاً السوبر زيزو السنة دي بنتكلم في 19 هدف وفاضل هدفين ويتخطى ناس كتيرة جداً يعني أنت خلي بالك أنت محمد شريف كان من الناس اللي لما جابوا 21 هدف الموسم اللي فات كان اللي قبليه بقى كابتن الشاذلي ففكرة م. إن أنت زيزو لو تخطى يعني هداف نادي الزمالك في موسم واحد في الدوري مين؟ كابتن علي خليل بس ما خدش 74 75 ما خدش هداف الدوري آه. مين اللي خد هداف؟ عبد الحليم علي 20 هدف هو ده 2002 2003 بالظبط فلو زيزو تخطى الرقمين دول ممكن يتعدى كابتن علي خليل وكابتن... وهو قادر ان شاء الله باذن الله ربنا يحميه جون ايبوكا يعني. اللي عامل موسم محترم جدا 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 13 م. هدف هدف مابولولو اللي غيابه مأثر على الاتحاد بسبب الاصابه بشكل كبير 12 هدف مروان حمدي 12 هدف اللي ابتدى كويس جدا وابتدى الكيرف ينزل دلوقتي مصطفى شلبي اللي ام آه بي معاه لعيب هيحصل عليه الموسم الجديد آه كويس جدا كويس جدا وجاي من نادي يعني صغير اه بترول جاي من بترول اسيوط آه وكان رايح 10 اهداف 10 اهداف آه آه اللي, اللي, اللي بعده عندنا بقى الاكثر صناعه م. للاهداف مش هينفع نقراهم كلهم هشام مش الوقت اه طبعا قدام الساده المشاهدين آه. زيزو جوناثان آه عبد الله السعيد وادي رفعت الياس الجراسي ووليد الكارتي ومحمد آه محمد ابراهيم طارق آه. مهم جدا بالنسبه لي افضل قرار فني مدرب خده لغايه دلوقتي في ال 30 جوله تحول فريرا للعب بثلاثة ورا تحوله بثلاثة ورا حمى الزمالك بشكل كبير جدا خصوصا لما خسر لعيب الارتكاز اللي هو كان بيضيف له التوازن في نص الملعب اللي هو طارق حامد اللعب بثلاثة ورا خلى الفرقة تبقى محمية اكتر من التحولات ومن الهجمات المرتدة مم. كمان كان عنده مشكلة في, في الأطراف أن لما حمزة الماسورسي كان بيطلع قدام كان في الترانزيشن بتاعه بطيء جدا، اللعبه بثلاثه ورا وتثبيت حمزه المسلوسي مع قلبين الدفاع حمل الحته دي عند ال... عند المسلوسي وخلي العيوب مم. تقل جدا حق وكمان. حق قلل مساحات بالظبط، وكمان يعني ريح اللعيبه هجوميا هم معاهم الكوره يعني انت مم. بقيت دلوقتي بتهاجم بخمس لعيبه اثنين وينج باكس فاتحين عرض الملعب زيزو وبن شرقي كانوا داخلين لجوه تحت سيف الجزيري فبقت الفرقه ليها هيكل هجومي. أقوى من من الأول بيصعب اللي أنت أي فرقة دفع قصادك وفي نفس الوقت الفرقة محمية دفاعيا بشكل كويس جدا هشام أسوأ قرار فني أسوأ قرار فني إن الإدارات بتختار مدربين لا بتكلم لا آه. أسوأ قرار فني من مدرب من مدرب عامة في ال 30 في جولة اللي فاتوا ال 30 جولة اللي فاتوا القرارات إن أنت تلعب بهوية لعب مش لايقه على كواليتي اللعيبه اللي معاك م. يعني انا وجهه نظر ان في انديه كتيره لازم تدافع صح الاول تمام ودي المشكله اللي الاتحاد عايشها ان انت فرقتك دافع صح هتكسب م. لكن مش ما تتجرش ما لسيستم لعب انت مش قده انديه كتيره جدا الجونه كذا الاتحاد هكذا في انديه كتيره جدا دخلت في الصراع بتاع القاع الجدول بحيث ان هم دخلوا مباراه مش مباراة فلازم المدرب يبقى واقعي وانت قلت كلمة مهمة جدا الإدارة بالذات للفرق اللي هي بتتنافس على الهبوط لازم لما تيجي تجيب مدرب تجيب مدرب عنده خبرة في الوقت ده الصراع على الهبوط بالظبط بس خلي بالك ده انا ما قلتوش على الهوا لا بينا <applause> ايوه لا ده كان بينا لكن دي مهمة جدا عشان كده انا بتمنى التوفيق لكابتن شوقي غريب لأن آه. هي ممكن تبقى موضوع جديد عليه آه... طبعا يعني موقف المقاولين مش سهل زيه زي فرق كتيره لكن كابتن شوقي عنده خبرات كبيره جدا في التعامل مع اللعيبه والمان تو مان من مانجمنت وانا في رايي انه يعني قرار يعني يعني قرار كان جيد جدا من اداره المقاولين بالذات في التوقيت الصعب ده ان هم يعني يتعاقدوا مع مدرب صاحب خبرات كبيره زي الكابتن شوقي غريب انا بالنسبه لي اسوا قرار فني اتاخد في الدوري السنه دي قرار فني من مدرب هو عدم تمسك موسماني باللعب بتلاتة ورا لانه مم. بدا الموسم بهاي كسب الاسماعيلي اربعه وكسب الزمالك خمسه وكان لو كان كمل بالثلاثه ورا هو مم. يعني كان كان الاهلي ممكن ان هو ما يحصلوش دروب في وقت من من مم. الاوقات غير ان اللعيب المصري لما بتغ... لما بتبدا معاه موسم بطريقه لعب تروح مغير طريقه اللعب مره واحده يعني بقى ثلاث خلاص بت... لا بتخلي اللعيبه كونفيوز بتخلي اللعيبه فتره جديد. يعني هو يعني قعد فتره شغال وبعد كده راح مغيره ده في رايي اسوا قرار فني عشان بشكرك انا بشكرك يا طارق بشكرك شكرا ميدو دي كانت حلقه النهارده من الريمونتادا تصبحوا على خير واشوفكم بكره على خير باذن الله